على حسب الهضره ديال الدكتور عبد الرحيم منار السليمي تيقول بان اسرائيل رفضت التطبيع مع الجزائر. انا هاد المصدر ما مأكدش الهضره اللي قالها الدكتور سليمي لانه هو رجل قانون استاذ القانون العام باحدى الجامعات. تيهضر انتما غتشوفوا الفيديو تيهضر بانه مأكد من هذه الهضره هذه. وحميد المهداوي تعجب لهذه الهضره، ما عرفت انا واش غير لغه الحوار هذيك ولا هذا الشيء صحيح. هانتوما شوفوا معنا الفيديو وقولوا لنا في التعليقات شنو واقع. دايرت في نظرك ودار الطلبات، طلبات ديال انها دير علاقات. اسرائيل رفضت التطبيع. انا كنقولها قلتها، شوف اسرائيل رفضت التطبيع مع الجزائر. اسرائيل بالحجه رفضت التطبيع مع شنو الدليل؟ كل مره قال لنا منار سليمي بان محمود عباس فكما تيتلاقى مع وزير اسرائيلي. المهم انا ما غاديش نحرق لكم، سمعوا، لان باش ما تقولش انا قلت شي حاجه، راه هو اللي قال. يالله تبعوا معنا البقيه ديال الفيديو. عباس ملي كان كيزور الجزائر كيمشي يتلاقى مع من؟ مع وزير الدفاع الاسرائيلي. كيعرض، بمعنى كيعطيه العرض ديال الجزائر. باغين 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 علاقات، وباغين العلاقات تبقى سريه وتمشي تدريجيا. اسرائيل رفضت التطبيع مع الجزائر. رفضت التطبيع، رفضت التطبيع لانه هو كيقول لهم منش داك نطبعوا معكم، نطبعوا معكم. هذه الجزائر. ولاني علاش اسرائيل رفضت التطبيع مع الجزائر؟ علاش؟ هانتوما غتسمعوا السبب، هانتوما غتسمعوا منار سليمي اللي تيقول السبب. لكن ما تعاونوش المغرب عسكريا. شوف اسمع مزيان، حنا بغينا نديروا معكم علاقات وانتوما ما تعاونوش المغرب عسكريا. اسرائيل كتقول لا، هذه علاقات عندنا مع الـ مع الـ مع المغرب. مشكله معنا عندهم. شوف مشكل معنا احنا، خلي ديك الخطابات واضحه. كنتمنى من الاخوان اللي غادي يشاهدوا هذا الفيديو، انا عارفهم لان ديجا كاين في التيك توك ودار واحد التفاعل كبير، راه فايت شي 250 الف مشاهد، كلهم تقريبا تيديروا واحد التعليقات اللي هي سلبيه بزاف. المهم كان شي حاجه ما تحاوروا، كان شي حاجه ديال الاداب قولوها، كان شي حاجه ديال تخسر الهضره والسبان من الصمطه لتحت، راه داك الشيء عارف. شوف تكونوا متاكدين بانه راه حتى شي واحد ما غايشوف داك التعليقات ديالكم. يلا الخوت تبارك الله عليكم، فرصة سعيدة، الله يعاون.